دكتور نهله، يمكن اكتر فئه فعلا مظلومه في ازمه او فتره كورونا هي الاطفال. فجاه لقوا نفسهم مفيش خروج، مفيش فسح، ما عاشوش حياتهم زينا، وبالتالي بقوا معرضين اكتر ان هم يشوفوا افلام كرتون. ولكن بشكل او باخر هذه الافلام كترتها بتاثر عليهم ازاي؟ هي في مشكله. الاول عدد الساعات اللي بيقضيها الطفل مع الموبايل او مع اللابتوب بتاعه، بيتفرج على افلام او بيلعب جيمز او بيتواصل مع اصحابه من خلال الاونلاين بدل ما كان في فيزيكال ريليشن، وبيخرج بيروح نادي بيلعب رياضه بيقابلهم بيلعب معاهم بيتكلم معاهم. فدي بدات تؤثر على التواصل الاجتماعي للاطفال. يعني وهو قاعد يتفرج هو سلبي، هو بيتفرج بيلقط المعلومه اللي بيدوها له مش قابله للمناقشه ولا للتعلم ولا للحوار، لكن هي معلومه بتتاخد ازيتز زي ما هي، بياخد المعلومه زي ما هي. في اطفال بيتكلموا بلغه الكرتون. يعني في عندنا في الطب النفسي تشخيص اسمه اوتستيك لايك بيهيفير، يعني طفل يشبه الاعراض بتاعه التوحد مع انه ما عندوش مرض التوحد، لان هو ما بيعرفش يتعامل اجتماعيا لو قعد في وسط اطفال تانيين، ما بيعرفش يلعب ويتواصل معاهم، هو قاعد بيبص على الجهاز اللي في ايده بس، وبيتكلم بنفس اللغه اللي بيسمع الكرتون بيتكلم بيها. فتلاقي ممكن بيتكلم لغه عربيه فصحى. طب انا عايزه اقول حاجه يا دكتور في النقطه دي. يمكن قبل الهوا كده كنت بشوف بعض الدراسات والاراء، لا في ناس مبسوطه، يعني تقول لك انا مبسوطه ان انا اولادي بيتعلموا مثلا باللغه العربيه مفردات جديده ممكن ما يقدروش ان هم يسمعوها في المحيط ليهم، فدي حاجه مش سلبيه، بالعكس انه انا اتعلم مفردات للغه العربيه الفصحى دي مش حاجه وحشه. هو تعلم اللغه العربيه ميزه كبيره جدا طبعا، والنطق بيها صحيحا ميزه كبيره. بس هو طفل مش مندمج. يعني انا عايزه اتعلم اللغه اللي بعرف اتواصل بيها معاكي، فلما اجي مثلا اقول لك انا عايز مثلا اشرب هقولها باللغه اللي انت بتفهميها واحنا بنتعلم بيها كل يوم، لكن لما ابتدي استخدم اسلوب مختلف انا بقيت مختلف عن اللي حواليا. الحاجة التانية، زي ما الفيلم بيقوله أو زي ما الجيم بتقوله بقى بينفذ. صحيح. فهو بيلبس زيهم، بيلعب زيهم، بيتخانق زيهم، شخصياتهم بتتأثر كمان.